نقاط الجولة الماضية استقبلت اتحاد بلعباس المكتفي بخمس نقاط منذ انطلاقة الموسم في مباراة أدارها الدولي لحلو بن براهم. المحليون لم يمهلوا ضيوفهم طويلا ليعلنوا عن نواياهم في هذا اللقاء، ومنذ الدقيقة الأولى في هذه الكرة التي كادت أن تغالط حارس الاتحاد. أربع دقائق بعدها فرحي يأخذ وقته في ترتيب الوضعية ليختار الزاوية اليمنى من الإطار موقعا هدفا بهذه الكيفية عاجز الحارس غول عن التصدي لها. الاتحاد اكتفى بالرد عبر هذه الكرة الثابتة لتواصل شبيبة الصورة حملتها الهجومية باعتماد مختلف أنواع الحلول المهارية، إلا أن فرحي جليت وحتى بكاكشي لم يحالفهم الحظ في استغلال هذه الفرص التي كان آخرها في هذا الشوط بقدم زيد حمزة. الشوط الثاني دخله الفريقان دون تغييرات، وغير بعيد عن بدايته ضربة جزاء يعلنها الحكم بن براهم الذي كان قريبا من اللمس باليد، نفذها وأفلح في مغالطة حارس الاتحاد جاليت مصطفى موقعا ثاني أهداف اللقاء. مباشرة بعدها يحيى شريف وصلته هذه الهدية إلى أنه ضيع فرصة تحويلها. ريتم المقابلة تراجع نسبيا، الشبيبة سيرت المقابلة والاتحاد اكتفى بالدفاع ولم يخلق فرصا للتهديف باستثناء بعض المحاولات. وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها بهذه النتيجة بكاكش إبراهيم الخليل المدافع ومن زاوية مغلقة غلط الجميع بما فيهم الحارس البديل لتصل كرته إلى الشباك موقعا ثالث أهداف اللقاء.